ابوك اذا تحكي علينا. والله والله اللي ينطق كلام على المتظاهرين الا حش السامع اللي هو بالنسبه للمتظاهر. احنا نقول له اللي يحكي على المتظاهرين فهو عار. احنا طالعين مظاهره تسلميه لاجل حقوق عراق، ما طالعين لشخصيه. هاي الناس اللي موجوده هنا واللي ضحت بدمائها الطالب بحقوقها ويجي مصيف وربع الردى لا يهربون المتظاهرين. احنا هاي القضيه نقول لهم الرساله واضحه، يردون يقللوننا احنا ما نقل. ان شاء الله باقين صامدين نطالب بحقوقنا لحين اكمال تحقيق المطالب ننسحب. اما بالنسبه لهم يتوقع هو مصيف وبلزويني يدز ربعه يدزون ميليشياتهم، نهائيا ما تنسحب هاي الناس. يعني انا لا احكي مو باسمي، الناس كلها هاي الموجوده المتظاهرين ما ينسحبون لحين تحقيق المطالب. هذا العمل مرفوض لين يسمون المتظاهرين حتى يشوفون سمعتنا. احنا ان شاء الله سمعتنا موجوده وراح اوصل